أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا حلقتنا اليوم مثل ما بتعرفوا هي الفلسفة المادية أو الملحدة، خلينا نقول. راح نستعرض شوية بعض أسئلة مع أخونا فؤاد، منها معنى المقولة الصراع الأضداد، وفي قانون التحول الكملي الكيف، القانون هو ذاته النفي للنفي. في على كل حال يعني كثير مسائل راح نتطرق لها. بالبداية خلونا نرحب بأخونا وحبيبنا فؤاد. أهلا وسهلا فيك فؤاد. سلام يا أخ جون ولكافة المشاهدين والمشاهدات على قناة جهر بالإلحاد من استطاع إليه سبيلا. تفضل أخ جون. أشكرك حبيبي، أشكرك. طبعا أخوي، أنت فؤاد، أنت أول ضيف في قناتنا الجديدة. يعني إحنا تعودنا نغير القنوات، وشفنا يعني وصلنا لتقريبا 4500 مشترك، وحبايبنا المسلمين اللي يعني غير بصراحة، يعني هن غير مستعدين يسمعوا الحقيقة، والحقيقة تؤلمهم كثير، ما بيلاقوا طريقة إلا تكميم الأفواه. شو رأيك بالعملية اللي صارت؟ والله هو في الحقيقة يعني شوف، عملية الاختراق الإلكتروني هي ظاهرة أنا بعتبرها معيبة وغير جيدة وغير مثمرة، بل بالأحرى من يقوم بالاختراق الإلكتروني لمكافحة أو محاربة عقيدة لا يتفق بها، هذا دليل على بأن هذا الشخص الذي يقوم بالاختراق الإلكتروني دليل على إفلاسه وانهياره العقائدي. يعني لا يستطيع أن يجابه العقائد الأخرى إن كانوا الملحدين أو غير ملحدين، وبالتالي يتبع أساليب أخرى وهو الاختراق الإلكتروني وعمليات إرسال الفيروسات وهكذا. وحبذا لو كان على ما أعتقد بأن الذي قام بهذا الاختراق الإلكتروني بأنه مسلم، فما عليه إلا أن يراجع القرآن وأن يطبق السورة في سورة الكافرون الآية التي تقول لي ديني ولكم دينكم. يعني الكلام واضح، يعني مسلمون وملحدون ويهود وهكذا، يعني الأمر واضح، حبذا يطبق هذا. لكن من هو المسلم كفرد أو كحكومات في التاريخ الإسلامي تطبق هذه الآية؟ كل دولة إسلامية وكل مسلم يفهم الدين كما يراه وكما تسير مصالحه، وبالتالي يسير على هذا الموال. فهذا العمل الذي قام به بالاختراق الإلكتروني دليل على الإفلاس والانهيار العقائدي فقط لا غير. تفضل أخ جان. بكل تأكيد أخوي فؤاد، بكل تأكيد. يعني نحن الكلمة هي سلاحنا، فاللي لا يجابه الكلمة أو يجابه الكلمة بغير الكلمة هذا دليل إفلاس، لأنه لو جابه الكلمة بالكلمة كلنا راح في نقاشات وتشوف أصوات تطلع وأفكار تطلع، ولكن لما تجابه الكلمة بالسلاح بتكميم الأفواه بكل قوة تقدر عليها. يعني هذا الشخص لو أنا أمامه أكيد يعني بيده مسدس، لن يت يعني مثل ما أقول لن يتردد لحظة في الضغط على الزناد وقتلي يعني، ولكن بعيدة عن شواربه وعن كل ما يعتقد به. على كل حال أنا أحييكم أصدقائي المتواجدين معنا على الشات، نسرين جانو، الملحد العراقي، طبعا أخونا أبو الحكم، أهلا بالجميع. ماما روز، كمان دالدرا، أظن دالدرا، واتيفر، أنا بصراحة القراءة العربية للأسماء الإنجليزية، الأسماء بالإنجليزي يعني شوية أنا ضعيف حبتين. اي وحرف عبري كمان، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. على كل حال اتمنى من اصدقائي، طبعا شايفين اصدقائي يعني المتابعه ما هي الشيء المرجو، ونحن صرنا من امبارحه سويت القناه هي امبارحه ولحد الساعه ما في عليها غير تقريبا 170 مشترك. اتمنى من الاصدقاء انه يشاركوا دلدار، اهلا وسهلا دلدار. على كل حال اهلا وسهلا دلدار. على كل حال اصدقائي، يعني مثل ما قلت انه نحن بقى لنا يومين، امبارحه عفوا صرنا 24 ساعه مسوي القناه. اتمنى من الاصدقاء
مشاركة رابط القناة، مشاركة رابط الحلقة، خلي حتى صوتنا يصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، حتى نرجع القناة كما كانت سابقا يعني. طبعا أوكي. على كل حال أخ وشمي أظن وشمي كاتب أنه ما الفرق بين المادية والميتافيزيقا المادية الديلكتية. على كل حال رح نجمل على الأسئلة هي بعدين، وأنا أتمنى طرح الأسئلة أخويا بالحكم وأختي نسرين مستر بلاك أو براندك وكلهم أصدقائنا رح إذا كانوا متواجدين، المتواجد منهم رح يبعث لي الأسئلة. على كل حال خلينا نبدأ بأخوي فؤاد، نبدأ ما هي المقولة؟ أيوة طبعا الموضوع اليوم هو موضوع أسس الفلسفة المادية الملحدة. لا شك بأن الفلسفة المادية هي تمثل وجهة النظر للملحدين والذين يؤمنون بأن هذا الكون أزلي أبدي غير مخلوق، وأن الإنسان أتى نتيجة تطورات الحركة الكونية وعلى الأرض ونشأ الإنسان. طبعا كما هو معروف سابقا، كما ذكرت سابقا، بأن الفلسفة هي معناها حب الحكمة والمعرفة، وهي تمثل الخط العام أو سيرة حياة لمجموعة من الناس يؤمنون بعقيدة معينة. يعني الملحدين لهم تيار نظام حياتي معين، المسلمون، اليهود، البوذيون والأحزاب السياسية. إذن الفلسفة هو نظام حياتي يسير فيه مجموعة من الناس يشتركون في العقيدة الواحدة. طبعا الفلسفة المادية طبعا فلسفة عميقة وطويلة ولها العديد من المقولات، لكن سأباشر الآن بشرح كل مقولة بالمعنى الفلسفي وبالتالي تطبيق هذه المقولة الفلسفية النظرية على الحياة العملية. يعني كل إنسان عندما يتحدث أو يقول عن أي مقولة فلسفية بالفلسفة المادية سوف يكون يرافقها تجربة من الحياة الاجتماعية والحياة الكونية لكي تكون قريبة للفهم. طبعا المقولة، ما هي المقولة؟ طبعا نحن نعرف المقولة من كلمة قال، قال الشيء أنه بأنه نطق بشيء معين أو يعبر عن فكرة معينة. فالمقولة هي التعريف بمعنى النمط أو الكلمات أو النظرات التي تقولها الفلسفة المادية. هناك العديد من المقولات، وهو كتاب يعني الفلسفة هي المادية بحد ذاتها، ولا حتى المثالية، فلسفة طويلة ومتشعبة، لكن نحن سنحاول بقدر الإمكان أن نشرح المقولات الأساسية في الفلسفة المادية الملحدة ولكي تكون واضحة للجميع، إن كان للملحدين لكي يكون لديهم معرفة أكثر في شرح والعقيدة الملحدة، وكذلك بالنسبة للمؤمنين لكي يعرفوا كيف ينظر الملحدون إلى الحياة وكيف ينظر تفسيرهم للمفاهيم الحياتية. تفضل أخ جون. تمام. شو هو الصراع الأضداد؟ خلينا نعرف صراع الأضداد. ما هو الصراع الأضداد؟ المقولة رقم واحد هي قانون صراع الأضداد، يعني يقال بالإنجليزية تيز أنتي تيز سانتيز، الفكرة ونقيضة والمخرج النظري. ذكرت هذا في الموضوع في الحلقات الماضية، لكن كذلك هي مقولة أساسية في الفلسفة المادية فنقوم بشرحها. قانون صراع الأضداد، المقصود فيه الفكرة ونقيضها. يعني مثلا نحن لنقول مثلا في مكان شركة معينة هناك رب العمل وهناك الموظفين يعملون في هذه الشركة. رب العمل يريد من الموظفين العمل، والموظفين يريدون أن يعملوا مقابل راتب مالي. شايف كيف؟ فهناك فكرتين، الشيء ونقيضه، يعني الرب العمل يريد العمل والموظف يريد الراتب. من خلال العمل على مدار الشهر الكامل في النهاية هذا التفاعل بين الطرفين يعطي نتيجة جديدة، وهو العمل مقابل المال، ففي نهاية الشهر يحصل الموظف على المال. إذن الفكرتين، هذا هو يقال عنه قانون صراع الأضداد، هذا على الصعيد الاجتماعي. نستطيع أن نقول مثال آخر على صعيد الحياة العلمية. مثلا هناك مثلا تركيب مواد كيماوية أو متفاعلات كيماوية، مادة الحمض الكبريت تتفاعل مع الألمنيوم، هذا التفاعل يؤدي إلى الخلط ويؤدي إلى نتاج مواد جديدة. هذا هو المقصود فيه بصراع الأضداد، هذا ينطبق على الطبيعة وعلى الكواكب وعلى الذرات تفاعل، وعلى الحياة الاجتماعية والنظم السياسية والنظم الاقتصادية. نظام سياسي معين
يطرح مفاهيم معينة. هذه التفاهم من خلال التفاعل، إما مثلا النظام الاقتصادي ينتج مفاهيم جديدة أو يسقط أو ينهار وهكذا. هذا هو المفهوم أو القانون الأساسي الذي يقال قانون صراع الأضداد. تفضل أخ جان. أشكرك أخي فؤاد، بس عندي سؤال هون. يعني بصراحة صراع الأضداد خصوصا بين الأفكار، يعني الأفكار الفلسفية مثلا بين الفكر خلينا نقول المادي والمثالي. يعني اليوم أنا كشخص ملحد ويكون أمامي شخص مؤمن، يعني أحاول قدر الإمكان أوصل له الحقيقة، ولكن في شيء في دماغه بيجعله يعني ما يفكر اصلا باللي عم بقوله، بيفكر بالرد ضد الكلام اللي عم بقوله. يعني هل العقل البشري برايك عاجز عن 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 رؤيه الحقيقه مثلا؟ الحقيقه كل انسان يؤمن بعقيده ما يعتبر بان هذه العقيده صحيحه، هذا امر مفروغ منه. يعني حتى على صعيد الديانه البوذيون يعتبرون بان هي ديانه صحيحه، والمسيحيون كذلك والمسلمون كذلك. لا، إذا دخلنا في التيارات المذهبية الشيعة ينظرون بأنهم هم الإسلام الصحيح، والسنة لا يعتبرون وهكذا. فالإنسان عندما يؤمن بعقيدة ما يعتبر بأن هذه العقيدة صحيحة، لكن وأنا حسب برأيي العقيدة الصحيحة هو كل كلام يقوله أي إنسان يجب أن يكون مدعوم ببراهين علمية وتجارب مخبرية وبراهين ومستحسات واضحة تطابق للكلام الذي يقوله الإنسان. يعني إذا قال الإنسان أي كلمة غير مدعومة ببراهين مادية مثبوتة ومحسوسة فيبقى الكلام مجرد افتراض وفكرة تصور لا يعتبر حقيقة. فها هنا النقطة التي يختلف فيها الفلاسفة الملحدون مع الفلاسفة المثاليون أو المؤمنون، وبعدهيك عن الأمور الأخرى التي تجري في الحياة العملية اليومية في جميع أنحاء العالم. فهذه هي النقطة الأساسية. تفضل أخ جون. بالضبط، يعني أنا هاي فكرتي إنه العقل المثالي ما بيحاول يعطيك دليل مادي، دليل واضح، دليل مبرهن بكل معنى الكلمة على الأفكار. هون بيجي بيطرح السؤال هذا، يعني هل عقول المؤمنين هي أكبر بكتير من عقول الملحدين مثلا خلينا نقول، أو كتفكير أوسع من تفكير الملحد؟ الملحد بده دليل حتى يقتنع حتى يفهم. هل المؤمن عقله أكبر بكتير أو تفكيره أوسع بكتير من الإنسان الملحد حتى لا يحتاج حتى لدليل؟ يعني ممكن يؤمن بالفكرة بدون أي دليل، هل هذا دليل على أنه عقل المؤمن أوسع؟ لا بالطبع، لا حتما. يعني العقل البشري مثل ما ذكرت كل الأمم فيهم العباقرة والعاديين والأذكياء، حتى على صعيد الإيمان والإلحاد هناك كثير من الملحدين بالفطرة أي لا يقرؤون الكتب الفلسفية والعلمية، لكن لا يعتقدون بوجود إله وحياة ثانية، وهناك كذلك الأمر على الأفكار المثالية والمؤمنين. لكن الصراع بين المادية والمثالية، بين الإلحاد والإيمان، كذلك يعتبر شكل من أشكال صراع الأضداد. شايف كيف؟ فالملحد يطرح آراءه والمؤمن يطرح آراءه. قد يكون الجدل، حتى نأخذ هذا على صعيد مستوى العلماء والفلاسفة يطرحون، وهذا الصراع إما يحصل نوع من التقارب أو لا يحصل، وفي نهاية المطاف يقع كل طرف على حدة. هذا أمر طبيعي يعني، لكن يعني يجب أن لا نعتبر بأن مثلا كل الملحدين أذكياء وكل المؤمنين أغبياء أو بالعكس. لا، هي وجهات نظر، والفلسفة هي كذا. يعني حتى الفلسفة المثالية إلى مفاهيمها، لكن كما قلت سابقا وأعود وأكرر، الفلسفة المثالية أو نظرية الخلق الدينية تعتمد على البراهين العقلية دون أي إثباتات علمية مادية واضحة، شايف كيف، أو تجارب إخبارية. يعني لا توجد تجربة إخبارية نقوم بتحليلها ونقول هذا هو الله، أو هذه التجربة تقول أنه الطريق إلى الله أو ظهر أمامنا أو كذا، لكن يؤمنون به. فكما ذكرت أن الإيمان في آخر المطاف تبقى على الإجابة على سؤال على ماهية الكون. ماهية الكون، هوية الوجود. يعني هذا هو أقوى برهان تعتمد عليه الفلسفة المثالية أو نظرية الخلق الدينية. يعني الإنسان عندما ينظر إلى السماء وينظر يرى النجوم والشمس والقمر والبحار والجبال والمحيطات والبراكين، يتساءل كيف نشأ هذا الكون، فيأتيه الجواب أن هناك قوة خارقة خلقت الكون، هو يسمى الإله، وهو الذي قادر على كل شيء وموجود من الأزل وإلى وأولاده. لكن هذا الإله لم يراه أحد
حتى الفلاسفة أو المؤمنين والأنبياء الذين ادعوا بأنهم آمنوا به، لكن فلسفوا التاريخ كما فلسف موسى والمسيح ومحمد وبقية الأنبياء. لكن حتى اليوم نحن إذا سألنا الملحد المؤمنين ما هو الله، شكله طوله عرضه كذا، بيقول لك هو قوة غير مرئية، لا طول ولا عرض ولا شكل ولا شيء، لكنه موجود. يعني هاي هي الفكرة، أنه ماهية الوجود، لكن برهان لا يوجد. فلذلك نحن نقول بأن المثاليين أو أصحاب نظرية الخلق الدينية قضية إيمان لا أقل ولا أكثر. ويعني ما أنا لا أستطيع أن أقول بأن أكثر من هذا لهم قوة. حتى علم اللاهوت العقائدي الذي يدرس في الجامعات وفي إيطاليا وفي الفاتيكان أو في علم الشريعة في الأزهر وفي بقية الدول الإسلامية، هناك الكتب الكثيرة ويتحدثون عن تكوينة الإله وكذا، لكنها كلها استنتاجات العقل البشري، لا يوجد أي برهان. فلذلك وقفوا رجال الدين في التاريخ عندما ظهرت النهضة العلمية في أوروبا من العلم الفيزياء والكيمياء كلها، وقفوا بوقف مضاد ونظرية التطور وجابه، وفيما بعد بدأوا يعملون عملية التوافق بين الطرفين بين العلم والدين. لاحظ، البعض رفض نظرية التطور، البعض يوافق، والبعض بدأت التفسيرات تأتي لأنها كلها تفسير عقلانية. تفضل أخ جان. أشكرك فؤاد. طبعا نحن لا ندعي أنه كل الملحدين أذكياء، ولا ندعي أن كل المؤمنين أغبياء. الإيمان هو، أنا اللي رأيي الشخصي طبعا، الإيمان هو برمجة تمت برمجتها ورثناها وصارت شيء من التراث الإنساني. يعني للأسف الشديد كنا نتمنى العقل البشري يكون أنشط من هيك وما يعدي مرحلة الدين، ولكن العقل البشري هي إمكانياته وعدى مرحلة الدين، وأظن هي أقصر مرحلة في تاريخ البشرية. على كل حال خلينا نروح على السؤال الثالث في الحلقة، ما هو قانون تحول الكم إلى الكيف؟ أيوة، هذا كذلك القانون المهم في الفلسفة المادية، والذي يقال بالإنجليزية quantity and quality، وتحدث فيه سابقا، لكننا نحن الآن نتحدث بشكل أوضح عن أسس الفلسفة المادية. تحول الكم إلى كيف هو عملية التحولات التي تحصل في الطبيعة. يعني التراكم، عندما يتراكم الشيء مع الزمن يتغير ويتبدل. لنأخذ مثلا تجربة ذكرتها سابقا، وهي أن عندما نأخذ كمية من الماء ونضعه على جهاز تسخين، تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع 10 مئوية 20 مئوية 30 مئوية، هذا التراكم مع الزمن حتى تصل إلى درجة 100. عندما تصل إلى درجة 100 يتحول إلى بخار. هذا هو المقصود، التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي، ازدادت درجة الحرارة فتحول في درجة 100 إلى البخار. هذا الكلام ينطبق على كافة نواحي الحياة الاجتماعية والأداء. على الصعيد العلمي، لاحظ كيف؟ يعني الحياة تتطور من مادة بسيطة إلى مادة مركبة، ومن خلايا وحدات الخلية إلى تعدد الخلايا. فقانون تحول كامل كيف يغير أنماط الحياة، فالكائنات الحية تتغير وتتبدل وتتفاعل مع الطبيعة. هذا هو يقال عنه قانون تحول كم إلى كيف، وإلا فإن الحياة تبقى على مقياس معين، أو كلها وحيدات الخلية أو وحيدات الطحالب أو مشابه. لكن هذا التنوع يحصل بسبب التراكم الكم يؤدي إلى تغير نوعي، وهذا يحصل على الصعيد الاجتماعي في النظم السياسية في الأحزاب السياسية. بين الحين والآخر تظهر أحزاب سياسية جديدة، تحصل أفكار جديدة، تحصل نظم سياسية، الكل تثير وفق خط التطور لكي تنتقل إلى حياة أفضل. لاحظ، البشرية كلها توافق على التطور، لكن كثيرين يرفضون التطور، لكن هم يعيشون في حياة التطور. يعني الإنسان حتى المؤمن تراه يتطور ويتغير بين الحين والآخر، تفسير الدينية تتغير مع الزمن. لاحظ، هم يعيشون في حياة التطور لكن يرفضون نظرية التطور، يرفضون، هم أحرار، لكن هذا الواقع. تفضل أخ جان. طيب أشكرك أخوي فؤاد. على كل حال خلينا نروح بين الحقيقة أو لا لا قبل هذا، قانون النفي، النفي ما نفي. هو نفي النفي؟ قانون نفي النفي، صحيح. هذا القانون يقال بالإنجليزية negative of negative. يعني طبعا هو قد يكون للكثيرين بأنه شيء من يعني الغريب، كلمة نفي النفي، ما هو قانون نفي النفي؟ طبعا النفي غير الفناء. شوف، المادة لا تفنى وبالتالي لا تخلق، وتحدثنا فيها سابقا في حلقات سابقة بأن هذا لأبدي.
هي إحدى البراهين تثبت على أزلية الكون بأن الشيء لا يفنى وإنما يتغير شكل المادة من حالة إلى حالة. عندما تتفاعل مادتان أو تركيبات مادتين ذريتين كذلك تتغير إلى أمور، لكن تغير شكل المادة لكن الجوهر لا يفنى. لكن نفي النفي هو المقصود فيه هو الانتقال من حالة إلى حالة، من نظام سياسي إلى نظام سياسي. أو مثلا لنقول مثلا شركة تجارية تنتج مادة ما، هذه المادة مع الزمن لا يريد لديها كثير من الزبائن، لكن مع الزمن يخف الطلب أو تظهر سلعة جديدة أفضل من هذه السلعة. إذن فالشركة تتوقف عن إنتاج هذه السلعة وتبدأ بإنتاج السلعة الجديدة. شايف كيف؟ هذا هو مقصود في نفي النفي، يعني الشركة توقفت من إنتاج السلعة القديمة ووضعت سلعة جديدة لكي تسير لتستمر في الحياة. لاحظ التطور يرتبط مع قانون صراع الأضداد والتراكم الكمي إلى تغير نوعي وهو تغيير مع الزمن، ونفي النفي تتوقف عن إنتاج سلعة وتبدأ بإنتاج سلعة جديدة. شايف كيف؟ هذا على الصعيد الاجتماعي، وكذلك يظهر كذلك على الصعيد الطبيعة. مثلا كان عندنا خوص فرضا الشجرة، عندما تظهر الأزهار وبعد الأزهار تسقط الأزهار تطلع الثمرة. لاحظ قانون نفي النفي، هذا في علم الطبيعة وفي علم الحياة وفي علم الأجينة وفي كافة العلوم، يعني الأمور على ما أعتقد واضحة. تفضل أخ جون. أكيد أكيد. طيب خلينا نروح على الحقيقة والصدق، شو قصدك بطرح النقطة هاي؟ الحقيقة والصدق. الحقيقة والصدق، هلا كل إنسان ينظر الحقيقة حقيقة والصدق صدق، الإنسان يتحدث صدق. هناك فرق بين الكلمتين. بالاستناد للفلسفة المادية الملحدة هناك فارق بين الصدق والحقيقة. الحقيقة هو كل كلمة ينطقها كل إنسان يجب أن يكون مدعوم ببراهين مادية محسوسة واقعة. شايف كيف؟ بينما الصدق هو كلام إنسان، قد يكون الإنسان ينقل كلام عن شخص آخر، شايف كيف؟ بأمانة، لكن هذا الكلام الذي ينقله من شخص آخر، هذه الفكرة التي نقلها كلها قد تكون كاذبة غير موجودة فعلا، لكن يقول بأن فلان قال بأنه رأى الجن في الجبل. لاحظ قد يكون ذاك الشخص لم يرى الجن في الجبل لكنه يقوم بنقل كلامه، فإذا هو صادق على كلام ذلك الشخص، لكن الفكرة قد تكون خاطئة. هذا هو الفرق بين الصدق والحقيقة. في نقطة هون، يعني قد أكون صادق وحقيقة بالنسبة لي مثلا، يعني قد أكون مثلا مريض في مرض معين، بصير لي تخيلات تهيؤات، فأنا أكون صادق إذا حكيتك أنه أنا شفت جني، وبالفعل أنا شفت جني ولكن في دماغي طبعا، في بسبب أمراض بسبب هلوسات وتيفر، يعني نقدر نسمي التسمية، وجيت أخبرتك يا فؤاد، قلت لك يا فؤاد أنا شفت جني لونه أحمر لونه أخضر لونه أصفر اللي شفته أنا. في هالحالة أنا أكون صادق، ولكن أين تقع الحقيقة في هالوضعية هي؟ هذا سؤال جيد جدا. يعني كيف؟ فلذلك موضوع الوعي موضوع معقد جدا، وبقي الفلاسفة في الماضي والحاضر والمستقبل في صراع قوي حول تفسير الوعي والحالات النفسية والأمراض النفسية التي تصيب الإنسان. لاحظ؟ فلذلك كما ذكرت بأنه يأتي الإنسان يقول بأنني أنا حلمت بالجن، وتقول أنك صادق وتصورت. شايف كيف؟ لكن الأحلام والتصورات هي تبقى إلى ردود فعل تعتمد على الأطباء النفسانيين، يعني هناك تفسير مثلا قد يكون التصورات النفسية أو الأمراض النفسية أو التصورات هي قد تكون منشأ وراثي أو منشأ بيئي، أو إنسان تعرض لغسل دماغ أو أصيب مثلا بحادث سيارة فبدأ يظهر له الخوف بين الحين والآخر بأن السيارة ستصدمه وهو يسير في الشارع، يعني يتصور كما كان حصل حادث قبل 10 سنوات. يعني هذه أمور نفسية وهي أمور صعبة الفهم، لكن تبقى أن الإنسان طبعا هو يقول صادق بما يحصل معه. شايف كيف؟ لكن على الصعيد المادي أوضح، لكن الصعيد النفسي تبقى العملية يعني معقدة جدا، كما ذكرت في بحث المادة والوعي بأن التصورات قد تأتي عدة أنواع وعدة أشكال، ففهم العمليات النفسية عملية صعبة جدا حتى بين إنسان وإنسان، بين ذكر وأنثى. مثلا الملحدين لهم نفسية معينة، المسلمين يؤمنون بالجن، إذن هناك لهم تيار معين، بينما الملحدون لا يؤمنون. شايف؟ فعلى الصعيد النفسي طبعا يبقى صدق، أنت صادق بأنك رأيت في أحلامك بأنك الجن،
بس لكن يبقى هذا قضية افتراضية، وهو منشأ نفسي أو منشأ يعني جنيني أو جينيتيك يقال، يعني وراثي. تفضل أخ جان. طيب على كل حال، أنا بما أنه في سؤال طرحته ماما روز أظن متعلق بالفقرة الأخيرة اللي قلتها بين الجن، هل تؤمن بالروح سيد فؤاد؟ تحدثنا في درس الموضوع أكيد. الماضي، المادة والوعي. الروح هناك فارق بين الروح، أو في هناك نوعين من يعني هون هذا الخلاف هو بين الماديين والمثاليين، بين المؤمنين والملحدين. الملحدين يؤمنون بالروح أو الوعي الإنساني الذي أتى نتيجة تطورات الحركات المادية في الدماغ البشري، لاحظ كيف. لكن المؤمنون يعتقدون بأن هناك روح تعيش لوحدها، لا علاقة بالمادة ولا مرتبطة بالمادة، وهي موجودة من الأزل إلى الأبد، وهذا هو الإله، يعني كيف. فهنا النقطة بين الملحدين والمؤمنين. لكن كافة العلوم من علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأجن وعلم المستحسات كلها أثبتت بأن هناك مادة بدون وعي، وهي كالطاولة والتلفاز وهكذا، وهناك بوايا الكائنات الحية كالإنسان والحيوانات، ولا في من جسم ووعي أو روح مرتبطة بخلايا المخ. وإنما لا ولن تكشف هذه العلوم ككل بأن هناك روح تعيش مستقلة لوحدها، إن كان في هذا الكون المادي أو في خارج هذا الكون المادي. فلذلك الوعي الإنساني أو الروح الإنساني مرتبطة في خلايا المخ، والتي تعيش مع الإنسان، وعندما يموت الإنسان يموت الوعي وينتهي كل شيء. هذا هو الخلاف بين الملحدين والمؤمنين. تفضل أخ جان. أكيد أخوي فؤاد. على كل حال ماما روز، أخونا فؤاد شرح وافي وكافي في حلقة سابقة له، ولكن للأسف بما أنه القناة اختفت أو سرقوها الأندال، فأنا راح أحمل كل الحلقات هاي في المستقبل، يعني بين القريب والمتوسط، لأنه شغل كتير صعب صراحة أحمل كل الحلقات، فراح أحمل كل الحلقات على القناة الجديدة. وبس طولوا بالكم علينا شوي مثل ما بيقولوا، ومن ضمنها طبعا حلقات أخونا فؤاد، هي حلقات أظن عملنا 5-6 حلقات صحيح. بالضبط، يعني حوالي 5-6 حلقات مع تذكر الرقم. على كل حال راح احملهم على القناه هي وراح تشوفوها، وانا اتمنى ماما روز تتابعي حلقات اخونا فؤاد بس تتحمل، لانه بصراحه شيء رائع يعني، وهالاسئله هي جاوب عليها باستفاضه، يعني باستفاضه مفيده مثل ما بقولوا. على كل حال خلينا نروح على الشكل والمضمون. هل الشكل له علاقه بالمضمون؟ في 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 على كل حال تفضل، وانا في عندي سؤال هلا خطر لي راح اسالك اياه فيما بعد. تفضل. اوكي. الشكل والمضمون هي كذلك علاقه جدليه، لاحظ هناك ترابط بين الشكل والمضمون. يعني نحن ننظر من خلال الحياه العمليه اي شيء، سياره او طائره او تلفزيون، لاحظ له شكل معين، وهذا الشكل له مضمونه. يعني السياره مثلا، عندما ننظر إلى السيارة نراها سيارة فاخرة داخلها مزودة بأجهزة إلكترونية وتلفاز وكذا، أو سيارة أخرى بسيطة، يعني لاحظ كيف. فكلما ازدادت تبدو أن الظاهر فاخرة تكون من داخلها أو تكون ذات قيمة أكثر. إذن هناك علاقة جدية بين الشكل والمضمون. هذا الأمر ينطبق على تكوين الذرة وتكوين المواد والكائنات الحية والحياة الإنسانية والكونية، يعني في علاقة جدلية بين اثنين. فمثلا عندما نقول قطعة من الذهب، لكن قطعة بسيطة لها سعر معين في السوق، لكن عندما يقوم السائغ بالنقش عليها وبعض الزينة يعني كما يقال، فسوف تكون أغلى، لاحظ. فإذا القطعة الذهبية البسيطة غير القطعة الذهبية التي عليها بعض الأعمال اليدوية التي يقوم بها الصياغ، شايف كيف؟ فإذا هناك علاقة بين الشكل والمضمون. هذا الأمر مثال بسيط ينطبق على الكائنات الحية والناس أنفسهم. يعني مثلا عندما نرى إنسان متزن ويتكلم باتزان يكون مهتم بذاته وبشكله، بينما إنسان يعيش في حالة نفسية
لا يهتم بذاته، مثلا الفتاة لا تهتم بجمالها وكذا، شايف كيف؟ فإذا هناك علاقة جدلية بين الشكل ومضمونه. الإنسان عندما يكون مرتاحا يهتم بمظاهره، بينما الإنسان عندما يكون في حالة نفسية غير مرتاح نفسيا فلذلك يهمل نفسه. فإذا هناك علاقة جدلية بين الشكل والمضمون، هذا على الصعيد الاجتماعي، حتى على صعيد المواد والتفاعلات، الالكترونات والبروتونات وتفاعلاتها كلها تعطي. فمثلا ماده اليورانيوم وهي ماده مشعه، تكوينها الذري يختلف عن ماده الخشب او ماده اليورانيوم او ماده النحاس، لاحظ. فالامور كلها اذا هناك علاقه جدليه بين الشكل والمضمون يتبع اخر، لاحظ. لكن بالرغم من ذلك هناك طفرات في الحياة الإنسانية أو في النظم السياسية وفي الاجتماع وفي التكوين المادية للمواد، شايف كيف تحصل؟ كما هو مثلا حالات شذوذ الماء في الزائد 4، أو مثلا في أمور أخرى تختلف عن الخط العام، شايف كيف، للحياة أو لنمط معين من الحياة. إذا هناك علاقة جدلية بين الشكل والمضمون. تفضل أخ جان. أشكرك فؤاد. طبعا أنا سؤالي كمان له علاقة الجسد والمضمون او الشكل والمضمون. في كثير ناس الاصحاء يعني بدنيا وكونوا اسمان بيطرحوا شغله انه انا لست جسدي، انا شخصي ليس جسدي، شخصي هو المنطق الذي اتكلم به، الفكر الذي يعني اتبعه او شيء من القبيل. برايك، انا رايي شخصي طبعا الانسان هو شكلا ومضمونا يعني لهم علاقه ببعض، يعني شو رايك بهالمقوله هي انا لست جسدي؟ سؤال جيد. شوف على صعيد المواد البحته، كيف المعادن والخشب وهذا، هي امور واضحه في هناك علاقه بين الشكل والمضمون واضحه، لكن الانسان تركيبته تختلف حتى في الكائنات الحيوانية التي تتألف من الوعي والجسد. طبعا هذا الأمر، هذا التعليق هو وارد يحصل، وحتى في الديانات في الهند خصوصا وفي بلاد العربية هناك لدى الدروز الذين يؤمنون بالتقمص. التقمص حسب اعتقادهم عندما يموت الإنسان تغادره الروح لكن لا تنتقل إلى عالم آخر، تأتي وتحل في جسد طفل جديد. فعندما ينمو هذا الطفل يقول بأن أنت الروح، هذه هي روح الرجل الجد الذي توفي بالتاريخ الفلاني، ويلقنه نفس الكلمات التي قالها وينمو ويقول بأن روحي أنا روح ذاك الشخص. وشايف كيف؟ هذا هو نظرية التقمص بقوة عنها. طبعا العلم يرفض هالشيء كليا. فتعليقا على كلامك، يعني الإنسان عندما يقول جسد ليس جسدي، فهذا النوع من يقال بالانسلاخ عن الجوهر او الالينيشن، يعني يعتبر حاله انتقل الى عالم اخر او هذا. هذه كلها تعود الى تصورات في العقل البشري، وكما ذكرت ان العقل البشري بامكانه يتصور اي شيء، بس لكن تبقى قضيه افتراضيه. فالانسان عندما يتصور مثلا يغمض عينيه ويتصور سياره فاخره او مبلغ كبير من المال، لكن هذا الشيء التصور هو غير وارد، يعني غير صحيح، بس مجرد تصور يعني. فلذلك هؤلاء يقولون إما يكونون يؤمنون بالتقمص أو يتعرضون لنوع من غسل الدماغ أو يتنكرون لأناس آخرين. فهي قضية نفسية، لكن على صعيد علم الطبيعة والمواد والفيزياء والكيمياء لا يوجد هذا الشيء. الإلكترونات بروتونات، الأمر واضح. تفضل أخ جان. أكيد. طيب خلينا نروح على الأبعاد الثلاث في كينونة المادة في الوجود، يعني نشوف ليش ثلاث أبعاد، يعني ليش ما هو 11 بعد كما طرح أينشتاين وغيره؟ إيه هو بشكل عام، يعني طبعا نحن شايف كيف منقول أنه من نظرتنا للحياة نرى بأن كل شيء له طول عرض ارتفاع أو عمق، لاحظ كيف؟ هذا فينا نأخذه يعني على صعيد المواد، أو نأخذه على صعيد المواد السائلة أو المواد الجامدة أو حتى البحار والمحيطات والكواكب وحتى بنية الذرة، يعني كيف؟ لكن إذا نحن نقول بأن بشكل عام حتى المكتشفات التي اكتشفت على بعد ملايين من السنين الضوئية كلها تثبت بأنه يوجد الوجود المادي، استنادا لأسس الفلسفة المادية يقوم على طول وعرض وارتفاع، لاحظ كيف؟ يعني ثلاث أبعاد بشكل عام، هذه هي كينونة الوجود. كما أن الإنسان يتألف من جسم وعقل، لاحظ كيف؟ لا يتألف من أجنحة،
والا اعتبر الى فصيله اخرى. لاحظ كيف؟ فالامر واضح. بس لكن رغم من هذا الشيء، قد تكون مع الزمن عبر ملايين من السنين قد تظهر بواد اخرى، كما هو الان يتحدثون عن الثقوب السوداء وشيء اخر، او لها قوانين تختلف عن قوانين الجاذبيه الارضيه. فهذا امر نحن لا نستطيع ان نجزمه. حتى الجاذبيه الارضيه، وذكرتها سابقا، عندما نكون في خط الاستواء الجاذبيه الارضيه اقوى، عندما نرتفع الى الجنوب او الى الشمال تخف استنادا للقوه النابزه وحركه الارض حول نفسها. فالامور يعني اكتشفوها العلماء وعرفوها، يعني الامر واضح. فلذلك الاسس الفلسفه الماديه تقوم على اساس الابعاد الثلاث، وهذا هو واضح في كل مجالات الحياه الانسانيه والعلميه والماديه، وفي علم الاجنه، وفي علم يعني في كل الامور معروف انه كل شيء المادي هو مكون من طول وعرض وارتفاع. فهذا امر واضح. لكن قد يكون هناك، قد يكون في اماكن قد يكون بعدين او اكثر او اربع او خمسه، يعني غير مستبعد. يعني الحركات الماديه مع الزمن تعطي افرازات جديده بالاستناد الى القانون تحول كم الى كيف. فلذلك هناك كائنات حيه تراها بعد مئات من السنين او هذا تحولت الى كائنات جديده، غير تقول بانها غير مرتبطه ولا يمكن ان تكون من الكائنات القديمه، لكنها حصلت، لكن عبر التطور ومن خلال قانون تحول كم الى كيف. تفضل اخ جان. اشكرك فؤاد. خلينا نروح على وحده الكون وازليته وابديته. يعني بصراحة أنا هون في أسئلة فلسفية هون بهالموضوع هذا. اتفضل وبعدين أنا ممكن أطرح في نفس الإطار بعض الأسئلة، أو حتى لو سؤال واحد كمان. اتفضل. وحدة الكون وأزليته، مثل ما ذكرنا من خلال التجارب المخبرية، بتثبت بشكل قاطع بأن هذا الكون أزلي أبدي غير مخلوق، من خلال أن المادة لا تفنى وبالتالي لا تخلق. وأجرينا التجارب كثيرة وذكرناها، يعني في تجارب من العلماء وغيرهم في الفيزياء والكيمياء وبعلم الأجنة وكلها. لكن نحن كيف نقول وحدة الكون؟ يعني وحدة الكون أنا أقصد فيه، أو الفلسفة المادية تقول بأن هناك ترابط بين القوى المادية التي تتحرك وتتصارع. يعني على صعيد الأرض هناك القطب الشمالي والقطب الجنوبي وحركة الأرض حول نفسها. ثم هناك عندك علاقة بين القمر والأرض والمجموعة الشمسية، هناك تفاعل تقارب وتباعد بين الكواكب بين بعضها البعض. لاحظ، فعملية اكتمال، يعني الدورة تسير من خلال الحركات المتوازية بين بعضها البعض. هذه الحركات تكون منتظمة كالمجموعة الشمسية، قد تكون عشوائية مثلا كحركة البراكين، أو مثلا فرضا مثلا الخلايا السرطانية في الجسم، أو الإلكترونات التي تتفاعل أحيانا، وهناك الشحنة الخلابية النيترون لا سالب ولا موجب. شايف كيف؟ فالمقصود هو وحدة الكون وأزليته. الكون أزلي أوكي، لكن الوحدة الكون دليل الترابط بين الكواكب والمجموعات والشمس. يعني الأرض لكي تستمر في الحياة يجب أن تحتاج إلى شمس، الشمس كذلك تحتاج، مثلا الإنسان يحتاج إلى الغاز الأكسجين لكي يستمر في الحياة. لاحظ، فهذا أنه الكون مترابط ومتحد مع بعضه البعض في حركة ذاتية وليست إلى قوى غيبية خفية. وهنا نقطة الخلاف بين المؤمنين والملحدين، الفلاسفة والعلماء. فالملحدين يقولون من خلال قوة ذاتية داخلية تتحرك وتتصارع، فإذا الكون يكمل بعضه البعض، أشعة الشمس وغاز الأكسجين لكي تستمر الحياة على الأرض وهكذا. طيب في عندي سؤال هون بصراحة بيطرح نفسه. أنت نحن كلنا بنعرف أنه العلم أثبت أنه المادة لا تستحدث ولا تفنى، يعني أيوة. هذا ما هو دليل كافي انه على صحة نظرية الكوانتم ثيري، الاكوان المتعددة، او حتى نظرية ابو لطفي؟ ما بعرف اذا سمعان بنظرية ابو لطفي بشعل بطفي. شخصيا ما سمع بنظرية ابو لطفي، لا بشعل ولا بطفي، ولا بطفي ولا بشعل، الاثنين ما سمع فيها. بس نظرية الاكوان قالوا، يعني انه يعني نظرية الأكوان هو على ما أعتقد هو تعبير مجازي لغوي، لأنه عندما نقول الكون استنادا للفلسفة المادية بأنه هو كل شيء مادي. شايف كيف؟ إن كان المجموعة الشمسية أو مجرد درب التبان أو مليون سنة ضوئية كمسافة، بعد كما ذكرت السنة الضوئية 10 مليار كيلومتر، هو يعتبر جزء من الكون. فالكون هو الأكوان. يمكن هذا مصطلح جديد ظهر بأنه يعني مثلا بعد مليون سنة ضوئية هناك مليون سنة ضوئية ثانية، فقام يعني عملية تقسيم للكون
كتقسيم نظري. شايف كيف؟ يعني مثل خطوط الطول والعرض، هي ليست مرسومة على الكرة الأرضية، لكن العلماء قاموا بتقسيمها كخطوط وهمية يعني. فهم عندما يقولون الأكوان، يعني هم يقصدون على تعدد المجرات والمجموعات الشمسية المتناسلة في الكون. كون واحد، عندما نقول كون هو كون كل شيء مادي، فلكن عملية طبقات، أو مثل كما نقول عندما بناية مؤلفة من عدة طوابق، طابق الأول، طابق الثاني، طابق الثالث، طابق الرابع، فإذا هذا مجموعة من الطوابق، الكون الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لكن الكون بالمفهوم اللغوي كل شيء مادي، فإن كان طابق واحد أو أربعة طوابق، فهذا هو نظرية الأكوان. أما نظرية الكم وهو هذا العلم الحديث، لكن هذه نظرية الكم كذلك يعطي بأن هناك قد تحصل تغيرات وتبدلات. يعني أنا لا أعرف كثيرا عن نظرية الكم، لكن هذا العلم الحديث يقول بأن هناك تحصل تغيرات وتبدلات وتختلف. لذلك في الوجود المادي هناك طفرات، هناك تغيرات، هناك حالات شاذة. شايف كيف؟ يعني هذا وارد يعني في الطبيعة وفي الناس وفي كل شيء، يعني حتى في العقل البشري عندما الإنسان يصاب بالجنون لسبب ما، فيبدأ يتصرف تصرفات غير طبيعية، لا يسير بالشارع بشكل طبيعي، يبدأ يسير بين السيارات، فيتم نقله إلى المصحة العقلية يعني، لأنه تغير أصبح إنسان غير ما هو معروف. تفضل أخ جان. يعني هو بصراحة بما أنه الكون أزلي، يعني لازم يكون في سيركل، في دائرة تدور حولها. مثلا يعني أنا لما ذكرت بشكل يعني فكاهي نظرية أبو لطفي، بشعل لطفي، هي العلماء قالوا يعني الكون هو في وجهتين نظر. الكون طلع من بيج بانج وانفجر وتوسع وما زال يتوسع بسرعة بتسارع أكبر. يعني ممكن أنه يتم يتسارع حتى يتلاشى، تتلاشى حتى الذرات، يعني حتى الثقوب السوداء تتلاشى وتختفي. في نظرية أخرى أنه لا، عم بتسارع هلا، ولكن في يوم من الأيام راح يجي يتوقف التسارع وترجع الجاذبية تعيد كل هالمادة هاي اللي موجودة في الكون، تعيدها إلى نقطة الصفر اللي هي البيج بانج الصغيرة، أو الأقل من حجم الذرة بملايين ملايين ملايين ملايين، يعني ما قبل الانفجار العظيم كما يقال. إيه؟ بالضبط. فأبو لطفي، بشعل لطفي، يعني دائما الكون في حالة انفجار وانكماش، انفجار وانكماش، هذا القصد. أظن يعني أظن إذا كانت المادة لا يعني لا تستحدث من عدم ولا تفنى، فنظرية أبو لطفي تكون أقرب إلى الحقيقة. شو رأيك؟ وفي بيقول الفيلسوف اليوناني ديموقريتس القرن الخامس قبل الميلاد، لاحظ فلاسفة معلوماتهم العلمية كانت محدودة، واللي اكتشفت خلال 2000 سنة، 2500 سنة، يقول بالحرف الواحد إن هذا الكون لم يخلقه أحد، فهو كتلة نارية تارة تلتهب وتارة تنطفئ. لاحظ، لا، هذا فيلسوف ينظر إلى الشمس والكواكب والبراكين ويعطي وجهة نظره، لكن هذا الكلام كيف ينطبق على موضوع البيج بان أو الانفجار العظيم؟ يعني الكون في حالة مستمرة، في حالة ذاتية مستمرة، حركة، فأحيان ينفجر، أحيان كمش، يحصل كل شيء. كما ذكرت سابقا، كوكب الأرض يعيش فيه 6 مليارات إنسان، قد يكون يتعرض لنيزك قوي ينفجر وينتهي الكوكب وينقرض الجنس البشري ككل، لكن الكون يستمر كما كان الكون موجود ما قبل ظهور الإنسان وما قبل ظهور الكائنات الحية. كيف استنتجنا هذا؟ نحن لم نكن موجودين، لكن من خلال الدراسات ومن خلال كربون المشع أو كربون 14 قدرنا عمر الأرض وقدرنا ظهور الكائنات الحية. شايف كيف؟ فهذا وارد أن تحصل تغيرات وتبدلات عبر ملايين من السنين، لكن نحن لا نستطيع أن نقول يعني حتى من الصعب حتى العقل البشري. هلا إذا نقول مثلا بعد مليون سنة ضوئية، السنة الضوئية 10 مليار كيلومتر، مليار سنة لا يمكن أي إنسان يتصور المسافة هلا، لا يمكن يعني، لكن وفق التلسكوبات بإمكان تضع أن تكشف مثلا هناك اكتشفوا كواكب لا أعرف ما هي المدة الزمنية، لكن يقوم كذا مليون سنة ضوئية عبر المجرات والتلسكوبات وصلوا وأخذوا المسافة يعني معروفة يعني. فإذا المقصود أنه الحياة تتغير وتتبدل، قد يكون يعود إلى الأول ويعود وتنقرض الحياة، كل شيء وارد لأن الكون ملازم للحركة. تفضل أخ جان.
أشكرك أخوي فؤاد. طيب خلينا نروح على الخلود والفناء. طبعا الخلود والفناء سؤال جيد، خاصة المؤمنين يتبنون هذه الفكرة بأن الإنسان ما بعد الموت سوف يذهب إلى حياة ثانية يعيش مع الله إلى الأبد وكذا. لكن هناك خلود، لكن الخلود على الأرض. يعني كيف؟ هلا نظام، مثلا نقول فرضا نظام سياسي، فرضا نظام اقطاع، فرضا نقول هذا كان فترة معينة في الحياة في العالم، بعد ذلك انقرض أو انتهى. أو مرض، مثلا مرض السل انتشر في العالم وحصد ملايين من الناس وبعدين تم القضاء عليه. عايز كيف؟ فإذا هناك أمور نقول بالتعبير المجازي تفنى. عايز؟ على الصعيد المادي لا يوجد فناء، لكن مثلا مرض السل تم فناؤه، يعني قضينا عليه، لا يمكن أن يعود. قد يكون يحصل فيما بعد، لكن بعد أن حصد ملايين من الناس عبر قرون تم القضاء عليه فانتهى. أما الخلود، الخلود على الأرض بمعنى مثلا عالم اكتشف دواء وقضى على مرض خطير، وبعد وفاة العالم بقي هذا الدواء يفيد البشرية، فهذا العالم كتب له الخلود، هو مات يعني كإنسان لكن اختراعه كتب له الخلود. يعني حتى هناك مواد مثلا أدوية باسم العالم وضحت وهكذا ذلك تستمر، فهو مات لكن هو كتب له الخلود على الأرض. بصراحة هون أنا بنطرح علي سؤال فؤاد، إنه هل ممكن الإنسان يصل لمرحلة يلاقي دواء للخلود؟ طبعا هاي كان حلم الملوك والزعماء وكل من امتلك القوة إنه يتخلد، وحاولوا طبعا في، إذا بنرجع للإمبراطوريات الصينية، حاولوا بشكل واسع إنه يتخلدوا، حتى الفراعنة يعني بالتحنيط وبهالمسائل هي. هل برأيك ممكن يجي يوم من الأيام نلاقي الجنس البشري، مثلا أنا عندي كوكب خاص فيني وأنت عندك كوكب خاص فيك، ممكن نزور بعض، يعني بدل ما يكون عندنا بيت صغير يكون واحد عنده كوكب كامل له وخالد إلى الأبد، بما أنه الوجود موجود، يعني أو خلينا نقول بما أنه الكون موجود، الإنسان ذات نفسه يطور حاله حتى يصل لمرحلة انه يتم ملازم لهالمادة، ما يطور جسده، يبقى يحافظ على الهيكل اللي بده اياه ويبقى متساير مع هذا الكون، شو رأيك؟ طبعا هو الإنسان من ملحدين ومؤمنين لا يريدون الموت، يعني حتى المؤمنين الذين يؤمنون بالآخرة لا يريدون أن يصيبهم الهرم ولا يريدون أن يغادروا هذه الحياة، بالرغم أنهم مؤمنين. يعني لاحظ، يعني عدد العمليات الانتحارية يقوم بهذا أمر حالة خاصة، بس بشكل عام إذا سألنا أي مؤمن لا يريد أن يهرم ولا يريد أن يموت، يعني بالرغم أنه سيذهب إلى الجنة. يعني لاحظ، فالإنسان يسعى إلى الاستمرارية في هذه الحياة، هذا طبيعي، لكن يحاول العلماء بإطالة عمر الإنسان كيف؟ بمنحه القوة، فالإنسان الذي يعيش حياة جيدة لا يتعرض لضغوطات نفسية وطعام وغذاء جيد ويحصل على ما يحتاجه يعيش. فلذلك هلا مثلا مستوى المعيشة في أوروبا طويلة، يعني فلذلك يقولون القارة العجوز، لأن يصلون إلى سن 90 و95، بينما في دول أخرى كالدول العربية يعني أحيانا يصلون إلى 50 وهم في حالة يرسل لها، بل الأحرى الاستسلام يقول بأنه مضى علينا قطار العمر كما يقال، هذا يزيد في سرعة الهرم. يعني فلاحظ، يعني فالإنسان يسعى إلى حب للحياة والاستمرارية. فلكن أنا هنا نبقى في عملية افتراضية، لكن العلماء يقولون بأن خلايا المخ هي الوحيدة التي خلايا التي لا تتجدد. شايف كيف؟ لو تتجدد خلايا المخ لاستمر الإنسان، لم يموت. عايز؟ قد يكون مستقبلا، قد يكون 100 عام 200 عام 1000 سنة بعد، قد يكون يحصلون على، يكتشفون عقار يقوم بتغذية خلايا الدماغ للاستمرارية أكثر، بس لكن لا يمكن أن يبقى بشكل دائم، يعني في آخر المطاف، لأن الخلايا هي الوحيدة التي لا تتجدد إلا إذا مستقبلا حصل. لكن إطالة عمر الإنسان هذه واردة، يسعون ليلا نهارا بإعطاء نوعية من الأدوية وكذا لإطالة عمر الإنسان لمحاربة الهرم، لأن الإنسان عندما يصل إلى عمر، يعني أنا أظن الهندسة الجينية ما هي شيء مستحيل، يعني إذا هندست الجينات إنه تتكاثر، تم الخلايا تتكاثر بشكل مستمر، يعني أظن الخلود قريب للإنسان، شو رأيك؟
وارد يعني هلا خلايا الجذعيه ستيم سيلز هذا تم تكوينه والحيوان ونجح، وهناك احتمال على الانسان، لكن الولايات المتحده منعت هذا التجربه على الانسان. شايف كيف؟ هذا الشيء كان غير وارد، يعني من المستحيل كان في التاريخ البشري ككل يقولون بان لا يمكن ان يتولد انسان الا من خلال نطفه والبيضه. الجذعيه غيرت المفاهيم، وهذا السؤال يجب ان يوجه للمؤمنين، فما هو الاله الذي خلق الانسان من ادم وحواء ونطفه وبيضه؟ يعني خلايا جذعيه امامنا نرى يعني التجربه، نحن لا نتحدث بالشعوذه، موجوده في الولايات المتحده المخابر يعني، لكن يتم بنفس الجنس. يعني اذا كانت الخليه الجذعيه انثى انثى وذكر ذكر، وعلى ما اعتقد يقولون بانها نفس البصمات، لست متاكد لكن نفس البصمات، يمكن هذا هو السبب منع التجربه على الانسان، لان هناك يعني امور اخرى تظهر من خلال ظهور انسان من خلال خلايا جذعيه، لكن حصلت والتجربه ناجحه. تفضل اخ جون. اشكرك طبعا اصدقائي، بصراحه موضوع شيق، انا اتمنى يكون عندكم اسئله في المواضيع هاي اللي طرحناها. فؤاد، الصراع هو مصدر التطور السلبي والايجابي، ممكن توضح لنا شو تعني بالنقطه هاي؟ الصراع هو يلازم بمفهوم الحركه. لاحظ كل وجود في هذا الكون هو وجود حركي ذاتي، قد تكون الحركه منتظمه، قد تكون حلزونيه، قد تكون عشوائيه، ليس كل شيء منتظم. لاحظ كيف هذه الحركه تعتمد على القوه الذاتيه الموجوده، قوه الانسان او قوه الماده، قوه اليورانيوم او معدن الخشب او معدن الحديد او الرصاص. فالقوه كما هو الانسان يملك قوه ذاتيه لكي يحصل على حاجياته من ماكل ومشرب، سيبادر بالحركة من خلال الحياة الاجتماعية، سيبدأ بالحركة وسينتقل، سيذهب للحصول على الحاجيات في الأسواق والشراء الطعام والغذاء، وبعد ذلك يريد أن يقوم بجولة سياحية أو يذهب لحضور حفلة موسيقية أو حضور مسرحية. شايف؟ في الجانب النفسي وفي الجانب الجسدي هو الطعام، يعني غذاء الجسد والنفس. الإنسان يسير وفق ما يريده، المؤمن يقرأ كتاب ديني مثلا، الملحد قد يكون يسمع موسيقى أو يذهب إلى الحديقة وهكذا. لاحظ كيف؟ فهنا الوجهات النظر الفلسفية تختلف ونمط الحياة، لكن عندما الإنسان سوف يقوم بهذه الحركة سيجابه فكرة أو إنسان مضاد يقف بجانبه أو شيء ونقيضه. هنا عدنا إلى الشيء ونقيضه في الوجود، لأنه عندما يذهب إلى السوق ليشتري بعض الحاجات يحتاج إلى المال، هذا المال سوف يقدمه مقابل الطرف الآخر الذي يقدم المال، يقدم الطعام مقابل المال. لاحظ؟ فهنا تبدأ عملية صراعية، لكن هذا الصراع قد يكون صراع إيجابي، قد يكون صراع سلبي. يعني مثلا الصراع الإيجابي، مثلا شركة، عدة شركات تنتج إنتاج الموبايل أو الخلوي، شايف كيف؟ كل شركة تحاول أن تنتج جهاز أكثر تقنية وفيه خدمات أكثر وبسعر معقول، تأتي الشركة الأخرى تنتج إنتاج وكذلك فيه تقنيات أكثر وبطريقة أكثر، فهذا الصراع بين الطرفين يستفيد المواطن ويختار ما يريده، وهكذا تطور الحياة. بينما الصراع السلبي هو الحروب، يعني الحروب كلا الطرفين خاسرين، في آخر المطاف أمة تحارب أمة وتنتصر عليها، لكن كذلك أصيبت بمأساة وشهداء وكذلك، شايف كيف؟ فالصراع هو ملازم لآلية الوجود الحياة، فالإنسان يتحرك لتأمين حياته، فإذا الصراع هو صراع حتمي في الكائنات الحية. لا يمكن أن نقول بأن نحن توقفنا، حصلنا على البيت، حصلنا على المال، ربحنا اليانصيب، والآن عندنا سيارة، انتهى كل شيء. لا، لا ينتهي، يجب على الإنسان أن يصارع، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الغذاء، يحتاج. إذن الصراع هو مصدر وملازم لماهية الوجود، فكل وجود هو وجود حركي صراعي ذاتي، وسوف يجابه قوى مضادة، مؤمنين، ملحدين، أصحاب نظرية التقمص في المجال الصناعي، في المجال التجاري، في العمل التجاري، في العمل الصناعي، شركات وصانع تتراجع، النظم، الأحزاب السياسية وتياراتها ووجهات نظرها. تفضل أخ جان. أشكرك فؤاد، بس بصراحة يعني هون أنا عندي تساؤل بين المسألة السلبي والإيجابي، يعني أو خلينا نقول الخير والشر. يعني المسألة مثلا بصراع الحروب، أنت قلت شكل سلبي، ولكن بالحروب في هناك تجار الحروب هم مستفيدين، هم المنتصرين في النهاية.
يعني بنعرف نحن بالحروب كلا الطرفين هو خاسر، ولكن هناك تاجر الحرب هذه يربح بكل معنى الكلمة يربح. مثلا الصراع هذا بين خلينا نقول الغزال وأسد، عندما يأكل الغزال يأكل الأسد هذا الغزال فهو شيء إيجابي بالنسبة للأسد ولكن سلبي بالنسبة للغزال. فلما بيصير بركان مثلا في قمر من أقمار المشتري، هو القمر يورونو أظن إذا ما أتذكر الاسم بالضبط، لا يعني ليس هناك شيء ضرر ولا شيء مستفاد منه يعني، إلا إذا كان في كائنات أخرى هنيك أو حتى الجبال تستفيد أو لا تستفيد هنيك. ولكن يعني ما بتشوف معي إنه مسألة السلبي والإيجابي ليس لها معنى، أو الخير والشر خلينا نقول. هلا هن بيقولوا في آخر النظريات العلمية في علم الفيزياء بيقولوا السلب والموجب في الكون متساوي، يعني هذا دليل على أن هناك الصراع يتصارع، يعني كيف هناك اتزان وحركة يعني منطقية، كيف أن الإنسان يفكر منطقيا لظواهر معينة كذلك الوجود يتصارع بشكل عقلاني يعني بتعبير مجازي يعني. لكن أنت كما ذكرت يعني مثلا عندما الأسد يهاجم فريسته ليأكلها، أوكي هنا يقوم كما ذكرت بأن الصراع أو البقاء هو للأقوى كيف والأصلح، فهنا الأسد يحتاج إلى طعام فسوف يضطر إلى عملية هذا، شايف كيف؟ وبشكل عام لكل قاعدة لها استثناءاتها إن كان في الصعيد الاجتماعي أو حتى في بنية المواد ككل، فالأسد سوف يحتاج إلى الطعام فيضطر أن يأكل، فأصبح ضحية للدجاجة، لكن بالنسبة له هو انتصار يعني شيء مقابل شيء. أما بالنسبة لتجار الحرب كما ذكرت بأن الحروب خاسرة كلا الطرفين باعتبار كل قاعدة لها استثناءاتها، فهذا الاستثناء الذي يحصل بأن التاجر هناك كثير من الناس يصبحون أغنياء أثناء الحروب، يعني يقولون يصبحون وكثيرون يعني يصبحون أغنياء، فهذا لكل قاعدة لا استثناءها، وهكذا يكون على هذا المجال. بس لكن السلب والموجب هو أحد آخر الاكتشافات بعلم الفيزياء بأن الكون هو السلب والموجب المتساوي، هذا دليل أن الكون أزلي أبدي، كيف كيف يعني لا تفنى ولا تخلق، تتغير أشكال المادة من حالة إلى حالة لكنها تبقى الجوهر ثابت ولا يزيد ولا ينقص. تفضل أخ جان. فكرة أخيرة بصراحة، أنت طرقت كثير لمسألة الحركة الملازمة للوجود المادي، يعني المادة والحركة أزليتان أبديتان، يا ريت تشرح لنا إياها وبعدين ناخذ أسئلة الأصدقاء. تفضل. إيه هون يوجد صراع قوي بين الفلاسفة الماديين والمثاليين. الفلاسفة يعني حتى الفلسفة بحد ذاتها كما ذكرت تتطور، كيف الإنسان تزداد معرفة يوم بعد يوم، كذلك الفلسفة تتطور من خلال المكتشفات العلمية. فهنا نحن نقول بأن شايف كيف ملازمة الحركة، يعني قديما قبل اكتشاف بنية الذرة والحركة الإلكترونات والبروتونات كانوا ينظرون العلماء والفلاسفة بأن المادة جامدة يعني موجودة الطاولة أمامنا كما نحن نرى الآن، فكيف تتحرك؟ إذن في فترة من الفترات أتى الإله وأعطى القوة لهذه الشجرة أو لهذه المياه في المحيطات بالحركة، فإذن هذا الشيء يتحرك هو من خلال قوة الإله، وهذه كانت إحدى براهين الفلاسفة المؤمنين في محاولة إفلاس أو ردع أو تقهقر الفلاسفة الملحدين الذين كانوا يقولون بأن الكون أزلي أبدي فأجل، لكن كيف أتت الحركة؟ يعني لاحظ كيف؟ يعني عندما يقولون مثال بسيط الطاولة إذا لم تقوم بإعطائها قوة معينة فالطاولة لن تتحرك، لاحظ؟ يعني إذا الطاولة ثابتة إذا قوة حركت الطاولة من مكان إلى مكان آخر في الغرفة، فهذا الكون يتحرك من خلال قوة غيبية غير مرئية ولا نرى ولا طول ولا عرض ولا شيء، هو الذي أعطى القوة وبدأت تتحرك، يعني كيف؟ وهذا كان أحد يعني شكل من أشكال انتصار الفلاسفة المثالية على الماديين. لكن مع المكتشفات العلمية تبين بأن لا،
أن المادة عندما لا تتحرك هذا لا يعني بأن هي عديمة الحركة، ملازمة، الحركة ملازمة للمادة. يعني عندما تم اكتشاف بنية الذرة وعلم الإلكترونات والبروتونات والكذا، وحتى الطاولة تظهر جامدة أو جامدة غير تتحرك بالنسبة بالعين المجردة، لكن مؤلفة هي من الشجر، والشجر هي خلايا تتحرك وتنمو، ومع الزمن الطاولة إذا تركناها 50 سنة سوف يصيبها الهرم. كيف كيف؟ فالحركة هي ملازمة معها من خلال الكينونة نفسها، علم الإلكترونات، علم البروتونات، هذه اكتشفت فيما بعد. فإذا باعتبار أن الكون أزلي، المادة أزلية، فإذا الحركة هي أزلية ملازمة لها. لاحظ في علم الذرة وعلم الإلكترونات والكواكب وكذا، فكل شيء يتحرك من خلال قوة اللي بذاته. فلذلك القوة مثلا مادة المشعة، اليورانيوم مثلا أقوى من الخشب، والألومنيوم أقوى من هذا، يعني القوة تختلف من معدن إلى معدن ومن حالة إلى حالة. تفضل أخ جان. أشكرك أخوينا فؤاد، وأتمنى من أصدقائنا يعني طرح الأسئلة. أنا عم بحاول أشوف بعض الأسئلة الموجودة من أخوتنا اللي متواجدين معنا. يا ريت تطرحوا أسئلة حتى أنا استفيد كلياتنا أصدقائي. طيب أظن على كل إن أخونا بالحكم مراقب الأسئلة، وأنا أتمنى منكم طرح الأسئلة أصدقائي حتى نقدر نتواصل مع بعض. طيب أخونا عم بيقول، أخونا حمادة معنا، أهلا وسهلا بحمادة وبكل الأصدقاء. طيب في AAA ما بعرف شو حرف عبري عم بيقول، هل الإلحاد ضد الدين؟ طبعا وجهة نظر فلسفية تناقض الدين. الإلحاد يؤمنون بأن الكون أزلي أبدي غير مخلوق، وأن الإنسان نتيجة تطورات طبيعة وبعد الموت ينتهي كل شيء. بينما الدين بشكل عام، الديانات تؤمن بوجود إله خلق الكون، جلبه من العدم إلى الوجود، ومن استنادا إلى أعمال الإنسان على هذه الأرض. إذا كان جيدا فبعد الموت سيذهب إلى الجنة ويعيش إلى الأبد، أو إذا كان غير جيد أو شرير سيذهب إلى الجحيم ويعيش إلى الأبد. فكرتين متناقضتين، وجهتين نظر فلسفية أو رأيين مختلفين. عفوا تفضل. في الأخ وش ماي واتيفر يعني عم بيقول، ما الفرق بين المادية الميتافيزيقية والمادية الديالكتية؟ الديالكتية هي الفلسفة المادية، هي فلسفة ملحدة، لكن كما ذكرت الفلسفة تزداد معرفها وتتطور مع الزمن. يعني الفلاسفة الملحدين قبل 100 سنة لا يتحدثون كالفلاسفة الحاليين. لماذا؟ لأن المعارف تزداد والتقنية تزداد، وكذلك الفلاسفة المثاليين. هلأ الفلسفة المادية مرت في ظروف متعددة. هناك الفلسفة الميتافيزيقية، الميتافيزيقية هي كلمة معناها الميتافيزيك أي ما بعد الواقع، يعني ما بعد الواقع الوجودي. يعني الميتافيزيك كلمة إنجليزية، ما بعد الواقع الوجودي، يعني عندما نرى منظر مثلا الطاولة أو ننظر أي شيء أو الكون، هناك شيء ما وراءه. هناك بعض الفلاسفة الذين فسروا بأن الكون، هذا الكون المادي، هناك قوى خفية ما ورائية، يقال بالميتافيزيك. شايف كيف؟ أما المادية الميكانيكية وهي نظرية مبسطة تقول بأن الوجود يقوم على الحركة بالسالب والموجب، للأمام أو إلى الخلف، أو للأعلى أو للأخفض. شايف كيف؟ أما المادية الديالكتيكية أو الدايلكتيك باللغة الإنجليزية، وهي أكثر شمولية، وهي التي تتحدث عملية قانون صراع الأضداد في حركة متداخلة مع بعضها البعض. يعني كما ذكرت قانون صراع الأضداد وقانون نفي النفي، هذا يقال عنه المادية الديالكتيكية، وهي أكثر كلمات شمولا في علاقة المادة مع الحركة، الكون المادة مع الحركة في تفاعلاته. يعني عندما نقول مثلا تجربة كيميائية، نضع الحمض الكبريت مع الألمنيوم، هذا التفاعل يعطي نتاج جديد، هذا هو التفاعل الديالكتيكي، مادتين تفاعلت وأعطت نتاج جديد، فهذا هو يقال له الديالكتيك أو الدايلكتيك بالإنجليزية، أو الجدلية باللغة العربية، أو المادية الجدلية. تفضل أخ جان. تمام، أشكرك أخويا فؤاد. طيب في أخ فهد عم بيقول، أخ جان ممكن سؤال، من أين ظاهرة الأخلاق؟
لأن في كثير من المسلمين يسألون هذا السؤال، الأخلاق، ما هي مصدر الأخلاق برأيك أخوي فؤاد؟ يعني الأخلاق، هل الدين هو من أتى بالأخلاق؟ يعني أغلب المؤمنين، كل المؤمنين بصراحة، مو أغلب المؤمنين، يعني كل المؤمنين أي ديانة كانت في العالم يعتبرون الأخلاق هي إنتاج دينهم بالتحديد. يعني تفضل. سئل هذا السؤال سابقا في حلقات سابقة وأعود وأكرر، لا، الأخلاق ليس له علاقة بالدين مطلقا. يعني الإنسان بحد ذاته يحمل الخير والشر. الإنسان بإمكانه أن يكتب رسالة حب أو رسالة تهديد بالقتل، لكن هناك أناس يميلون لعمل الخير وهناك أناس يميلون لعمل الشر. لكن أنا بعتقد أن الضمير هو الذي يقرر بأن العمل الذي يقوم به الإنسان هو جيد أم لا. يعني حتى نحن نفرض سألنا سارق قام بسرقة عمل ما ولم يكشف أمره، إذا سألناه هل ضميرك تعتبر بأن هذا العمل جيد ولا لا، سوف يقول لا. لاحظ كيف. أوكي إذا نحن بهيك حالة، شايف كيف نحن شو بنقول؟ مثلا الأخلاق لا ترتبط مع الدين، لأن القضية تعود إلى قضية الضمير الإنساني، شايف كيف. إلا هناك بعض الناس الذي كما ذكرت يعني حالة استثنائية يقول لا، أنا ضميري يريحني جدا وأنا أقوم بهذا العمل، هذه السرقة، وهذا طبيعي. لكن بشكل عام سألنا، لكن المؤمنين يقولون بأن الأخلاق مرتبط بالدين، وهذا أكبر خطأ. لأن الإنسان عندما لا يقوم بعمل غير جيد أو لا يرتكب جريمة خوفا من الله، قد يكون هو مجرم لكن خوفا من الله لا يقوم فيه. يعني الرضع والخوف هو الذي يمنعه، لكن الإنسان المتزن يجب أن يقوم بعمل الخير من داخله، من عقله، وليس خوفا من الله. لا تقوم بالجريمة، لا تسرق، لا تزني، لأن هذه حرام وأن الله سوف يعاقبك. إذن أنا لا أقوم به، إذا كان الله غير موجود لكن سأقوم به. يعني لاحظ، فالأخلاق ليس له علاقة بالدين نهائيا. وهناك ملحدين ذات أخلاق حسنة وغير، وهناك مؤمنين، لكن الدين لا علاقة له بالأخلاق نهائيا. تفضل أخ جون. بصراحة يعني هو الدين عكس مفهوم الأخلاق رأسا على عقب، وخصوصا الدين الإسلامي، يعني جعل من الكراهية فضيلة فرضا، يعني في عقيدة الولاء والبراء. وهذا أبسط مثال ممكن نقدمه لأي إنسان يقول إنه الدين مصدر الأخلاق، وهذا أكبر غلط تقع فيه المؤمنين المبرمجين اللي وارثين الدين من آبائهم وأجدادهم. على كل حال خلينا نروح على سؤال آخر. الأخ حمادة، أنا أشكرك أخونا حمادة على التواصل. عم بيقول قرأت اليوم نظرية مكتشفة حديثا عن الأكوان المضادة، هي مناقشة قديما وعم يحاولوا يثبتوها حديثا، ممكن تفسير أشياء جديدة في الكون الشاسع. بصراحة يعني يا ريت لو ذكرت لنا كيف كانت هي مناقشة، يعني قديما. أنا اللي بعرفه قديما كانوا يعتقدوا أن الأرض هي مركز الكون، فبنظرية الأكوان المضادة يعني ما أظن قديمة كتير أو حكوا فيها قديما. شو رأيك أخوي فؤاد؟ يعني هناك تحصل تفسيرات واكتشافات جديدة تضع العلماء في حيرة أحيانا، لاحظ كيف، خاصة في الفضاء لا متناهي، يعني شايف كيف. فهناك تظهر أشعاعات ونيازك وأمور وتحركات تحصل في الكون الفاضي يعني. فهذه الأمور تبقى أمور نسبية، لأنها ليست أمامنا لكي نقوم بالتجربة ونرى ونصل إلى حقائق واضحة. فلذلك حتى العلماء يضعون في أمور مبهمة وغير معروفة يعني. فلذلك الأمور أمور نسبية يعني. أنا لا أعتقد، يعني لا أستطيع أن أتوغل أكثر من ذلك، لأن المجال في الفضاء الخارجي بعيد جداً و متشعب ومتغير يعني، لاحظ كيف. فتبقى أمور نسبية. تفضل أخ جون. طيب، يظهر أخونا حمادة أسئلته بصراحة كثيرة، وأنا أعشق السؤالون دائما.
في سؤال عم بيقول ممكن أخ فؤاد يجاوبني على سؤال، إذا الكون خلق من نقطة لا متناهية في الصغر فهذا الشيء ينسف المبدأ الثاني بالترموديناميكا، مبدأ حفظ الطاقة ومبدأ الحركة لنيوتن. هلأ لاحظ منشأ الكون يعتبر ملايين من السنين، هلا الاحتمال الاكثر هو الانفجار العظيم بيج بانج. كيف هناك كذلك نظريات اخرى ظهرت، لاننا نحن يعني قضيه الكون هو كون قديم ملايين من السنين، نحن شايف كيف، فتبقى نظريه البدايه تبقى قضيه يعني غير معروفه بالضبط، شايف كيف، لكن من خلال التجارب المخبريه وال الجهاز الكربون 14 نقدر عمر التربة وعمر المعادن وما شابه، شايف كيف. فلذلك البداية الأخيرة أو النهاية لا نستطيع أن نقول، ولا نعرف ماذا سيحصل للكون بعد مثلا مليون سنة أو مليونين سنة، شايف كيف، كتبقى أمور افتراضية. كما ذكرت يعني هناك كذلك هناك نوع بعض الأناس يتبعون مبدأ الخيال العلمي، يعني هناك كائنات حية تطير وتذهب وتنتقل من كوكب إلى آخر، يعني لحتى الآن لم تكتشف أي كائنات حية على من خلال التلسكوبات في الفضاء الكوني. هلا قد يكون موجود فيما بعد أبعد، لم تصل التلسكوبات في كشف مجرات تبعد أكثر بعدا، لكن نحن لا نعرف، قد يكون ظهرت وانقرضت، وهذا يبقى قضية افتراضية لأنه لم نكتشف ولم نرى هالشيء، شايف كيف. بس لكن الكون في حالة تغير وتبدل دائمين. على كل حال يعني هو أنا امبارح حكينا أنا وأخوي حمادة بهالموضوع هذا، وأنا وأكد نظرية أبو لطفي، يا ريت راجع نظرية أبو لطفي أظن راح تحل لك المشكلة. ولكن حمادة مسألة واحدة أنت حابب تفكر فيها ممكن تلحق هالأسئلة هاي بعدين. أنت أول شيء سأل ذات نفسك، هل القرآن مطابق للعلم الحديث إن كان لنظرية أينشتاين ولا نيوتن ولا أي شيء قريب للعلم مثلا؟ هل القرآن مطابق للعلم؟ إذا كان مطابق يا أهلا وسهلا، إذا كان غير مطابق طبعا أكيد في بيكون خلل في القرآن، وما أظن يا إله يكون عنده خلل في آخر كتاب بعثه أو آخر رسالة بعثه للبشرية. فأتمنى أتمنى أتمنى منك يا حمادة ركز شوي في الدين اللي أنت معتنقه أو اللي ورثته عن أهلك، يعني فكر فيها شوي وقارن بين دينك والعلم، بين الأحاديث المتواترة خصوصا من شرب البعير، الرضاع الكبير، البراق، موضوع البراق، موضوع يونس، موضوع الحجر يتكلم، موضوع يعفور اللي يتكلم، مواضيع كثيرة بصراحة، موضوع مجزرة بني قريظة كما يسميها الملحدين، نحن نسميها مجزرة بني قريظة، أنتم تسموها غزوة، أظن ما في غزوة، يعني ما في فرق بين الغزو والمجازر، يعني كلمتين مترابطتان ولصيقتان قريبتان إلى بعضهما البعض. فأتمنى تركز بهالنقاط يا أخوي حمادة، وأنا كتير فرحان أنك أقل شيء تطرح أسئلة، والأسئلة هي اللي بتخلي الإنسان تدعو الإنسان للتفكير. كمان سؤال آخر من حمادة عم بيقول، كل الفلاسفة تؤمن بالعلية والحاجة، سبب وجود الباء هو الألف، ولكن ما حاجة الباء إلى الألف؟ يعني هو المقصود فيه يعني كل إنسان يحتاج إلى شيء آخر، فإذا يحتاج إلى الإله يعني، أو الإله يحتاج إلى الإنسان، ما بصراحة واضح. أتمنى من أخونا حمادة إذا بتقدر توضح لي السؤال أكثر، ولكن أنا اللي فهمته من السؤال إنه الحركة دائما في شيء السالب والموجب، خلينا نقول بحاجة لبعض، ولكن ما حاجة يعني أنا بصراحة ما نفع من السؤال تماما، ولكن أتمنى من أخونا حمادة طرح السؤال مرة أخرى حتى نقدر نستوعب هو شو قصده. قد يكون عم يقصد أنه يعني في سالب في موجب، هذا طبيعة الحياة، في ربح في خسارة، في غني في فقير، الإنسان يعمل بعدين يتعب، يرتاح، ينام، ثم يبدأ بالحياة. لاحظ يعني كل شيء ونقيضه موجود، الشيء ونقيضه هي إحدى المقولات الأساسية في الحياة يعني.
الحياة الاجتماعية أو في المواد أو في كل شيء يعني. هدوء، راحة، النوم، استيقاظ وهكذا. يبربا يقصد هذا هو مفهوم السالب والموجب، متشابهان أو مترابطان مع بعضهما البعض. الغني والفقير، ربح وخسارة في التجارة وفي الصناعة وكذلك. بحب أنتقل إلى ما في فكرة أو إحدى المقولات الأخرى، هو الوجود بالقوة إلى وجود بالفعل. الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، هذا المقصود في مثال نستطيع أن نقوله عندما نأخذ بذرة البندورة أو الخيار أو أي فاكهة معينة. مثلا بذرة البندورة نقوم بزرعها، بعد فترة تظهر البندورة، لاحظ. فإذا هذه البندورة موجودة في البذرة بالقوة، موجودة هي بالقوة بداخل البذرة، لكن تتواجد بالفعل بعد أن تنمو في التربية. الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. فالكائنات الكونية المادية كلها هي موجودة بحد ذاتها، من خلال التراكم الكمي للتغير النوعي تظهر الإفرازات وتظهر الأمور الجديدة. فلذلك الحياة تتغير وتتبدل، إن كان على صعيد الطبيعة وصعيد الكون وعلى صعيد الحياة الاجتماعية. ناس يموتون وناس، وتظهر أطفال جدد وناس جدد وتفكير جديد وهكذا. فالوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ينتقل من حالة إلى حالة. البذرة البندورة موجودة بالبذرة بالقوة، بعد أن يتم زرعها ووضع الماء عليها بعد فترة معينة وتعرض لأشعة الشمس تظهر البندورة. هذا هو مقصود في الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وهذا ينطبق على الفلسفة المادية التي تقول أن كل شيء هو موجود فعلي. لم يأتي البندورة، لم تأتي من عالم خفي ما ورائه، وإنما أتت من داخل البذرة، والبذرة هي مادة والمادة أزلية، لاحظ. فالكينونة كلها في حالة تغير وتبدل من خلال الوجود المادي، لا يوجد شيء خفي ما ورائه يحرك ويبدل كما يقول الفلاسفة المثاليين أو أصحاب نظرية الخلق الدينية. تفضل أخ جان. طيب على كل حال أخونا حمادة رجع ووضح لنا السؤال، عم بيقول بس دقيقة واحدة أشوف الـ الـ أظن أخونا أبو الحكم ما بعت لي عم بيقول للتوضيح، الإنسان سبب وجوده هو الإله، إنما مو ممكن نسأل من هو اللي خلق الإله. هذا سؤال خطأ، لأنه لا يمكن لشيء يكون علة ذاته، إنما يكون حاجة للآخر. يعني بمعنى أنه نحن بحاجة لخلق، ولكن الإله ليس بحاجة لخلق، يعني هو موجود بذاته يعني. على الفلاسفة المؤمنين أو بيقول عن الإله لماذا خلق الكون، هناك أسئلة كثيرة لا يوجد لها جواب. مثلا الإله لماذا خلق الإنسان، لنعبده؟ هل هو بحاجة للعبادة يعني؟ نحن موجودين أو غير موجودين هو مطلق، عايز كيف يعني؟ بالضبط. أنا هون في سؤال أنا بدي يا ريت ناقشني فيه أخوي فؤاد، يعني الله، بما أنه الله ليس بحاجة للعبادة، على عبادة البشر، طيب يخلق شيء هو غير بحاجة له؟ وطب مين قال له، مين قال انه نحن بحاجة انه نعبد، يعني بالاساس انه نحن بحاجة انه نعبد الله، بما انه هو مو بحاجتنا فليش خلقنا بالاساس؟ وغير هيك مين قال لك انه انا بحاجة انه اعبد الله؟ أنا لست بحاجة إلا حتى أعبد الله أو لا أعبده، هو فرض نفسه علي لما خلقني، أنا لم أختار نهائيا. يعني بيقولوا لك إنه والله الله سأل بني البشر لو حملته على جبل انهار، ولكن الإنسان تحمله. طيب أنا ما تحملته، أنا ما حدا سألني أصلا إذا بدك تنخلق أو لا. فما بعرف شو رأيك بهالنقطة هي أخوي فؤاد. هاي النقطة كتير يعني المؤمنين بيطرحوها يعني، وبعدين يقومون بالإجابة بطريقة يعني بعيدة عن المنطق، لكن هذا هو جوابهم. يعني لماذا خلق الله الإنسان، أو لماذا خلقنا لنعبده، أو إذا لم نعبده وكذا، يقولون الله أعلم، أو يقولون نحن عقلنا صغير وإنما عقل الله كبير. لاحظ التفسير المادي، الله كذلك له عقل ما عقل، أم هو موجود أو غير موجود يعني. فقضية هنا يعني نخرج من علم المنطق وعلم الوقائع ونبحث في أمور يعني وهمية. خلقنا لنعبده، لا إذا لم نعبده أو عبدنا. أنا شخصيا مثلا لنفرض لا أعتقد بوجوده،
ولنفرض جدلا بعد الموت أتى أمامي وقال لي بأنني أنا موجود. من خلال دراستي وتحليلي واطلاعاتي لم أقتنع بوجودك، يعني ما تفعل فيها يعني. قرأت الكتب الدينية وأنا لم أقتنع بك، فماذا يعني؟ أنت منحتني العقل وأنا فكرت في هذا العقل ولم أقتنع فيك، فما هو الضرر يعني؟ يعني لاحظ، فقضية إن الاعتقاد إنه الإله خلق، لماذا خلق الإنسان أو خلق اللي يتعبدون أو كذا، يعني هذه أمور كلها ندور في حلقة مفرغة. فلذلك المؤمنين عندما يقعون في مشكلة يقولون الله أعلم وانتهى الموضوع. يعني وهنا النقطة يعجز عن تفسير ظاهرة معينة، يقول الله أعلم، وهنا يتحول الدين إلى أفيون للشعوب. يعني ظاهرة قوس قزح يراها المؤمن، يعني ليس كلهم، والعلماء يعرفون ما هو سبب ظاهرة قوس قزح، لكن على امتداد العالم عندما الجهلاء وكذا يقولون هذا من رب العالمين، لا يقول بأن قطرات الندى يعني قبل قبل القرن الرابع عشر أظن، الرابع عشر أو الخامس عشر أظن، يعني كل البشرية كانت تقول شغل رب العالمين هذا يعني. وليس طبعا يعني حتى كانوا يعتقدون بأن الأرض هي مركز الكون وليست كروية، يعني لاحظ كيف يعني. لحد الساعة هاي في ناس تنفي كروية الأرض للأسف الشديد. طيب خلينا نأخذ سؤال آخر أخوي فؤاد. علاء الدين عم بيقول: تحياتي، أولا إذا كان الكون أزلي غير مخلوق فما تعليقك على وجود عملية خلق مستمرة؟ إن الخلق عملية مستمرة كخلق الأجنة والبكتيريا والنجوم والكواكب، عملية الخلق مستمرة حولنا حتى الآن، فما تعليقك؟ أظن الأخ علاء الدين دخل متأخر، وكل هذا السؤال هذا بتفاصيله أخونا فؤاد شرحه ووضحه يعني. طيب خلينا، ما بعرف إذا في عندك أي تعقيب ولا نروح سؤال آخر. إيه هو الأمر، هو شوف يعني الكائنات الحية تتكاثر، يعني كما ذكرت هناك تكاثر لا جنسي، هناك وحدات الخلية، هناك تكاثر جنسي وتعدد الخلايا، فهي هذه الأمور. فهذا التحرك كما ذكرت بأن من خلال حركة الطبيعة وحركة الكون. يعني للمزيد من الاطلاع بإمكان الإنسان، يعني الأخ علاء يعود إلى مجلة الملحدين العرب وقناة الملحدين بالعربي، هناك كثير من المواضيع المترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتظهر كثير من المختبرات والدراسات، فيزداد ويعرف كيف تنشأ الكائنات الحية وتتطور وتتكاثر، يعني وإلى منشأ واقع حياتية وليست إلى منشأ غيبي مطلق أو خفي ما ورائي. في نقطة هناك أضيف أن أقول بأن هناك الوعي، والوعي هو بما شك بأنه انعكاس للواقع، وهي ظاهرة موجودة وتحدثنا فيها في الموضوع الماضي، لكن أحب أن أضيف بأن الإنسان طبعا انعكاس تفكير الإنسان للواقع، فإذا كان الإنسان يعيش في قصر كبير يفكر على عدد الغرف الموجودة في القصر، بعد فترة ينتقل إلى قصر إلى بيت صغير من غرف محدودة يفكر بالنسبة للمحيط الموجود فيه. لكن هذا دليل بأن الوعي والمعرفة تنمو وتتطور مع الزمن. يعني مثلا هناك تجربة أخرى، مثلا موضوع الألوان. هلا موضوع الألوان مثلا نأخذ اللون الأسود، نحن نعرف أو الناس عامة الناس تعرف أن اللون الأسود هناك لون غامق وهناك لون عادي وهناك لون أسود كاشف. اللون الأسود مثلا لون غامق وسط وكاشف، لكن عامل النسيج باعتباره أنه يعمل في مجال الألوان فوعيه يزداد ومعرفته من خلال النظرات، فيقول بأن اللون الأسود له 10 أنواع من اللون. هناك اللون الأسود الغامق هما الأكشف والأكشف والأكشف والأكشف، بالنسبة له من خلال عمله واحتكاكه يعرف. بينما الإنسان العادي يقول أسود غامق وكاشف. عايز، فإذا الوعي يكون من خلال الاحتكاك المادي وليس من شيء خفي ما ورائي أو أتت هذه الروح وعطته بالمعرفة أو يعرف اللغات أو كذا. تفضل أخ جان. على فكرة أنا كنت معلم تطريز، يعني معلم على مستوى حلب كلها في التطريز، يعني كنت التوب في كل مصانع حلب في التطريز. الألوان بصراحة مثل ما قلت، يعني في تدخل عندك الزراق تجي من السماوي للكحلي الغامق، فبتعدي مراحل طويلة بتفريعة الألوان بالضبط مثل ما ذكرت. على كل حال رح ناخذ مداخلة أخيرة بس من أخونا حمادة،
ونعلق نعقب عليها أنا وأنت، وأظن هي مداخلة ليست أكثر، ونختم الحلقة وكلك من الشاكرين أخوي فؤاد. عم بيقول حمادة: أنا بصراحة هذا أكثر سؤال محيرني، والسؤال اللي محيرني أكثر أنه هو خلق آدم وإخراجه من الجنة بسبب التفاحة. أنا شو خصني لحتى يحاسبني على خطأ ما اقترفته؟ شو خصني لحتى يحاسبني على شيء مالي إيد فيه؟ شو خصني لحتى أتعذب؟ شو رأيك؟ طبعا يعني هناك الكثير من الأمور في الديانات يعني كتبت على البشرية ككل، يعني مثلا خطيئة آدم وحواء على البشرية ككل. طبعا هذا السؤال الذي يطرحه طبعا هو سؤال منطقي وعقلاني، يعني ما هو ذنب هؤلاء البشر الذين ولدوا ما بعد آدم وحواء، إذا كانت ولادة آدم وحواء صحيحة فرضا، يعني ما هو ذنب هؤلاء الملايين البشر كلهم مكتوب عليهم يعني العقاب لشخص أساسي؟ ولنفرض لو كان الأب كان إنسانا مجرما، فهل دليل أو يجب أن نضع العائلة ككل في السجن؟ طبعا لا. هناك كثير بيقول لك أنه لا تزر وازرة أخرى، بس كيف بتطبقوا هاي مع هاي ما بعرف. يعني حتى في نظرية الخلق يقولون خلق الله الكون في 6 أيام وفي اليوم السابع استراح، هل الله يتعب لكي يستريح؟ يعني لاحظ التناقض في نظرية الذي كتب الله بحاجة لأيام تحت يخلق الكون، ولا يكون يقول له كن فيكون يعني على أساس. يعني لاحظ هناك كثير، يعني نحن نتحدث الفلسفة المثالية أعمق بكثير، لكن الكتب الدينية عبارة عن فلسفات أرضية آمن بها موسى والمسيح ومحمد وبوذا وغيره من الأنبياء بوجود إله، وقاموا بوضع فلسفة لتنظيم مجتمع في جزيرة العرب أو في فلسطين وهكذا. يعني الأمور واضحة، لكن مستوى العقل البشري يعتقد كما يريد. يعني تفضل أخ جان. بالضبط، أنا أشكرك أخوي فؤاد، وطبعا أخوي حمادة أنا يعني من طرحك هذا والتعقيب هذا يعني أرحب بك بين الأسود المفكرة واللي رافضة للخرافة، واللي يعني مهما حاولوا يغطوا الخرافة بهالة قدسية مخيفة من العذاب ولا من حد الردة ولا من قطع الأيادي ولا أي شيء، تهديد بالقتل في أي لحظة، رغم ذلك العقل لن يتوقف عن التفكير. وأنا أرحب فيك أنك تفكر، وأشكرك كثير على طرح الأسئلة، أرحب فيك بين الأسود المفكرة مرة أخرى، وأكيد طيب على كل حال حمادة أنت راح تكون معنا ضيف دائم، وأهلا وسهلا فيك، وأتمنى يوم الأيام ألتقيك في حلقة معنا، حتى إذا كنت مؤمن يعني نتناقش ما في مشكلة، وإذا وصلت لمرحلة سريعة من التفكير مثل ما بعض الأخوة وصلوا لمرحلة بسرعة البرق بصراحة، فكروا واستنتجوا أنه الأديان كلها خرافة ليست إلا وهي السبب في دمار اللي عم نشوفه هلأ، فهذاك الوقت أستقبلك كملحد، ولكن إذا حابب تيجي كمؤمن نتناقش كمان أهلا وسهلا فيك بأي وقت، يعني ممكن نتناقش ما في أي مشكلة. على كل حال أصدقائي أنا أشكركم جزيل الشكر، بدي بس أنوهكم أنه مثل ما بتعرفوا هاي الوجبة الثالثة من الهجوم المتدينين خلينا نسميهم، وأسلوبهم الرخيص جدا إلى أبعد الحدود في هجوم على برنامج الجهر بالإلحاد، يعني ما تم لا جريدة ولا تم تلفزيون اللي حكى عنه ولا تم حتى يحاربوننا على هذه القنوات اللي يعني منشأة على اليوتيوب واللي هي بالمجان، حاربونا 3 مرات وقفلونا إياها وهكرونا وكل القصص اللي تخطر على بالكم. أتمنى منكم تشجيع القناة وتشجيعنا على الاستمرار بدعمكم بالشير باللايك بشير القناة، وصلوا قناتنا لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. طبعا أنا أعتمد ولي ثقة كبيرة بإخوتنا الملحدين الإنسانيين اللي يعرفون مدى خطورة
الخرافات اللي عايشين فيها وتأثيرها على مجتمعاتنا للأسف الشديد. أخوي فؤاد، كلمة أخيرة بتحب تقولها في البرنامج تفضل. طبعا هو لا شك أنه الإنسان له الحق في اختيار المبدأ الذي يريده يعني، وأن يكون مرتاح به، لكن عليه أن يعترف بالعقائد الأخرى. يعني المسلم يعترف به هناك مسيحيين، هناك يهود، وفي نفس الوقت كذلك البقية ككل يعني يجب الاعتراف بالرأي والرأي الآخر. وبشكل عام البشرية لا يمكن أن تكون ككل ذات مبدأ واحد، عقيدة واحدة، لأنه مع الزمن تظهر تيارات جديدة ووجهات نظر متعددة. فلذلك الاعتراف بالرأي والرأي الآخر هذا أمر ضروري، وحبذا لو يقوم المسلمون بتطبيق الإسلام بحد ذاته على نفسهم كما ذكرت في سورة الكافرون: لي ديني ولكم دينكم. لكن للأسف هذه الآية، ويمكن القسم الأكثر من المسلمين لا يعرفون بأن هذه الآية موجودة في القرآن، لأنها نسخت. تفضل. لأنها نسخت مشان هيك لا يعرفونها. على كل حال أشكرك أخوي فؤاد جزيل الشكر، أشكركم أصدقائي. وطبعا لقائنا غدا الساعة 8، الموضوع ما تحضر ولكن رح أشوف، أكيد رح نحضر موضوع. ولا تنسوا بعد بكرة رح تكون معنا الدكتورة وفاء سلطان، ومثل ما بيقولوا مواجهة مباشرة بين ملحد والدكتورة وفاء سلطان، رح تكون مواجهة طبعا أخوية وفريندلية مثل ما بيقولوا بالإنجليزي. أتمنى متابعتكم أصدقائي، ومثل ما قلت يعني أصدقائي أتمنى منكم الدعم بالشير واللايك حتى نقدر نكمل، حتى يصل صوتنا لأهالينا المغيبين للأسف الشديد. أشكركم أصدقائي. في مكالمة كلمة أخيرة، الحلقة المقبلة سوف تكون يوم الاثنين المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش أو 8 بتوقيت بريطانيا الصيفي، والعنوان سيكون الوحي والنبوة. تمام. على كل حال آسف إذا أنا نسيت مشان الحلقة القادمة. طبعا الحلقة القادمة نحن كنا طبعا نعملها كل يوم أربعاء أنا وأخوي فؤاد، ولكن راح تكون يوم الاثنين بنفس التوقيت اليوم الساعة 8 بتوقيت لندن، بتكون 7 غرينتش بس 8 بتوقيت لندن، راح نكون مع أخونا فؤاد ومثل ما قال الوحي والنبوة. شكرا جزيلا الشكر، وأشكركم أصدقائي وأشوفكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.